بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أعزائي مع كبسولة قانونية جديدة، وكبسولتنا اليوم عن المعارضة. إزاي تعمل معارضة في حكم غيابي في جنحة؟ أولا بتروح تجيب رقم القضية، بيكون متأيد قدامها في جدول الجنح رقم الحصر اللي صدر عليه الحكم الغيابي، ورقم الحصر ده اللي هو رقم التنفيذ، وبتلاقيه قدام الجنحة في أجندة الجلسة أو في الجدول، يا إما في أجندة الجلسة عند سكرتير الجلسة أو في الجدول، بيكون مقيد رقم الحصر أمام الجنحة. طالما صدر فيها حكم غيابي بتتكتب قدامها رقم الحصر اللي هو رقم التنفيذ. بيجيب رقم الحصر رقم التنفيذ وبتروح لمكتب التنفيذ في النيابة المختصة اللي فيها دائرة الجنحة. بتروح مكتب التنفيذ برقم الحصر وبتقول له انا عايز رقم الحصر ده عشان اعمل معارضة. بيطلع الملف بتاع الجنحة الصادر فيها الحكم الغيابي، وبيطلع ملف فاضي كده اللي هو ملف المعارضة، بيقدر لك عليه رسوم المعارضة، بتنزل تدفعها في خزينة المحكمة وبترجع له تاني اللي هو موظف التنفيذ بعد سداد الرسم بترجع له. بيجيب دفتر التقرير بالمعارضات ويبتدي يملى المعارضة بتاعتك في دفتر المعارضات، وهي من نسختين، نسخة بتفضل في كعب الدفتر ونسخة بيرفقها في ملف القضية. انت بتاخدش حاجة، هي بترفق في ملف القضية، التقرير بترفق في ملف القضية، في ملف التنفيذ اللي انت خدته دفعت عليه الرسوم عشان يترفق بالقضية ان انت قررت بالمعارضة في الجنحة رقم كذا. وانت بتقرر قبل ما بتمضي بيكون الموظف اللي بيعمل لك المعارضة حدد لك جلسة لنظر المعارضة امام المحكمة، بيبقى عنده جدول جلسات بيحدد الجلسة فيها المعارضة للجنحة اللي بتعمل فيها معارضة اللي هتنظر امام المحكمة، وبتمضي له على التقرير، وبتمشي بعد كده بيبقى معاك رقم القضية ورقم الحصر وجلسة المعارضة، تبقى محررهم معاك في ورقة أو في أي بيان معاك عشان ما تنساهمش، ويبقى معاك دليل على قضيتك فين بالظبط. وإما في بعض النيابات الموظف بتاع التنفيذ بيقوم محرر لك على ظهر الإيصال الأحمر بتاع الرسوم بيانات القضية بالمعارضة وتاريخ الجلسة على ظهر الإيصال، يا إما بتروح تحصل على شهادة من جدول الجنح بتفيد إن قضيتك تم التقرير فيها بالمعارضة وتحدد لها جلسة كذا اللي هي حددها لك موظف التنفيذ، ويبقى معاك دليل إنك عملت معارضة وليك جلسة لنظر القضية وما انتش مطالب في تنفيذ الأحكام بأي شيء. وبكده تكون عملت معارضة واطمنت على معارضتك إن شاء الله. وإلى اللقاء في كبسولة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.